معنا الآن على الهاتف الأستاذ محمد النجم. تحياتي لك أخي محمد. تحياتي لك أخي. تحياتي. الله يعطيكم العافية ويبارك فيكم. كيفكم أستاذ؟ شو أخباركم؟ الحمد لله بخير إن شاء الله. من البقالة عم تحكي معنا ولا لسه ما طلعنا؟ لا، من البقالة. الله يقويك، ما يجي لك شي زبون وننزع عليك هلا. لا مو مشكلة. الله يخليك ويبارك فيك يا رب. أخي محمد، يعني لما قررت تفتح هذا الماركت بيسموه سوريين وهون بيسموه بقالة، يعني اختلفت الأسماء، يعني هل أنت رحت هيك عملت دراسة، بحثت عن الموضوع، حطيت فرص مخاطر، وبعد ذلك قلت لا يلا نتوكل على الله؟ حدثنا كيف خطرت الفكرة ببارك وشو اشتغلت؟ أنا صالي موجود بتركيا لاجئ 7 سنوات. عملت بكل المجالات كعامل عادي. وين عملت؟ شو المجالات؟ شو المجالات اللي عملت فيها؟ أنا حقوقي طبعاً. ما شاء الله تبارك الله. اضطريت إني أعمل بالمطاعم التركية. طيب. اضطريت إني أعمل بالمعامل. نتيجة الضغط العمل يعني تجاوز 12 ساعة باليوم. سبحان الله قررت إني أعمل دراسة لموضوع البقالة. طبعاً بملاحظة بسيطة أستاذي. تفضل. البقالة هنا، البقال غير، الماركت غير، المول غير، فنحن بمرحلة البقالة. يا سلام، إن شاء الله عقبال ما تفتح المول سيدي الكريم. إن شاء الله. إن شاء الله. طيب أنت من أول ما جيت بأورفا ما؟ نعم. طيب جميل. طيب يعني قديت ضليت عم تشتغل بهاي المهن، بالمطاعم بالمعامل؟ 6 سنوات ونص. 6 سنوات ونص وأنت ضمن هذه الديموم، يعني هذا الروتين، معامل. نعم. مطاعم تنتقل. نعم. طيب. نعم. طيب. نعم. كانت هناك صعوبة جدا، يعني أحيانا يكون هناك تعزية، يكون هناك فرح، يكون هناك أي شيء، ما تستطيع أنك تطلع أو تطلب إذن، يعني مثلا. نعم. حسب إمكانية العمل اللي تعمل به، يعني مثلا. طيب. يعني أحيانا يكون في ضغط عمل يقول لك ما في، يكون أنت في عندك تعزية، في عندك أمور، يعني. صحيح صحيح. يعني اختلطت عاداتنا والتقاليد ونسينا كثير شغلات اضطرينا أنه ننساها، يعني طبعا. نعم. نعم. جائحة كورونا سكرنا الأمور هاي وتعطلت البلاد، فأكثر شيء اشتغل البقالة والفرن وهالشغلات هاي، يعني. طيب. فسويت دراسة بموضوع البقالة فشفت نتائجها جيدة، يعني. كيف، شو عملت بالدراسة؟ شو الدراسة اللي عملتها؟ الدراسة بتروح تسأل، تشوف التجار الجملة، بتسأل أصدقائك اللي عنده ماركت أو كذا. أي ساعة تفتح، أي ساعة تسكر، الأرباح مثلا معك أرباح من 15% لـ25%، يعني. حلو. كل ما تبيع ب100 ليرة ممكن إلك 15-20 ليرة منها، يعني. حلو. طيب. فنتيجة هالدراسة هاي فقررت إنه أفتح شيء بسيط، يعني. وأنا صار لي تقريبا شيء شهرين فاتح. صار لك شهرين، يعني بلشت، يعني اتخذت القرار وفتحت بقالة. نعم، اتخذت القرار وفتحت المحل الحمد لله رب العالمين. ودائما رب العالمين هو اللي يبعث الرزق، هو اللي ييسر، لكن الانسان لازم يسعى، يعني. طيب وين فتحتها؟ قريب من البيت؟ بعيد؟ نعم، بجانب البيت. طيب يعني انت لما درست لقيت انه بالمحاره اللي انت فيها ما في بقالات عربيه ولا في، ورغم هيك فتحت؟ لا، في مثلا بقالات وفي ماركت تركي وفي مول تركي مثلا، لكن اصناف، يعني اصناف. مثلا يوم انا في عندي ماركت مثلا عربي، مثلا هالماركت هذا ما في عنده مثلا لغة التركية ضعيفة، تمام، ينزل بضاعة فقط سورية مثلا. أيوة. أنا نتيجة تجربتي يعني وتعلمي اللغة التركية، يعني أنا نزلت 60% من المواد تركية و40% من المواد سورية. يعني أنا أستطيع أن أفهم منك أخي محمد أنه أنت استفدت من 6 سنوات الماضية أنك تعلمت التركي رغم. نعم. رغم هذا فاستفدت منه الآن وشفت نتيجته الآن رغم يعني. نعم. ضيق الوضع اللي كنت فيه خلال 6 سنوات ونص. نعم. واستفدت منه. نعم. بأنك صرت تنزل منتجات تركية لأنك قادر تتفاهم مع الأتراك. نعم. نعم. طيب الآن يعني هذا أنت ما شاء الله الأسرة كم عددها أستاذ محمد عندها؟ عددها 4 أشخاص. 4 أشخاص. طيب يعني عم تقول لي مشروع بقالة وما زال هو مبتدئ شهرين، بكفي يعني عائد البقالة والأرباح اللي عم تجي لعدد الأسرة هاي؟ نعم أستاذي، كان هناك تنظيم يكفي. واحد. النقطة الثانية، أنت موادك الغذائية تفوت على بيتك بأسعار الجملة. أيوة، فأنت نص التكاليف. نعم، بأسعار الجملة. طيب
سؤالي الآن، أنت لما فتحت البقالة بصراحة عملتها بشكل حكومي يعني بشكل رسمي، ولا بس هيك فتحت وشلون؟ الأستاذي العرف يعني لما تفتح محل بدك تنتظر شهر وشهرين بعد تبدأ الإجراءات، والإجراءات الحكومية نحن يعني طبعا مع الإجراءات ومع القانون يعني. طيب يعني أكيد بعد شهر شهرين تشوف أمورك، يعني أمورك ماشية باتجاه الصحيح، ما في خسارات، ما يعني انطلقت يعني بشيء جيد. بعد مثلا شهر شهرين ممكن اول خطوه في استخراج الفيرجي اللي هي لوحه ماليه. نعم. للدوله التركيه. طيب وبعدها بفتره استخراج رخصه. يعني استخراج رخصه للمحل عن طريق البلديه. طيب امورك تمام ان شاء الله. طب انت بلشت بهذه الاجراءات؟ انا ان شاء الله في جائحه كورونا وفي شويه قيود علينا يعني، وفي يعني مجموعه اوراق يعني ننتظر يعني تخف الامور ان شاء الله ونباشر بها ان شاء الله. طيب انت بتعرف انه مثلا لوجود يعني لوحه ضريبيه فيرجي ووجود ترخيص رسمي ربما سيزيد التكاليف عليك، بهالحاله رح ترفع الاسعار انت؟ لا ابدا ما نرفع الاسعار استاذي، لانه الفيرجي يعني ما في كل شهر تدفع. الفيرجي هي لوحه ماليه مثلا. اقصد الضرائب يعني، بما انه انت رح تصير رسمي فحيصير عليك ضرائب شهريه. الضرائب تتنوع النوعين، بسيط بقال وماركت. فنحن راح نشتغل بالاوراق بالقانون التركي بسيط بقال. ايوه يعني بقاله بسيطه على قد الحال بالمعنى هذا. ايوه تمام، بسيط بقال تمام. طيب الان المنافسه بينك وبين الماركتات العرب اللي حواليك، بينك وبين ماركتات الاتراك، يعني جو عادي ام انه في تضييق مثلا باعتبار انك انت داخل ولسه ما رخصت رسمي؟ لا ما في اي تداخل وما في اي مضايق. احيانا يعني استاذي بفرق بين لما الشاب يكون ذكي ويداري اموره ممكن يحصل الشيء من تاجر بسعر رخيص، وبفرق لما تحصل الشيء بسعر قليل. صح صح. يعني مثلا مثال اليوم الزيت 5 لتر ايمر عم ينباع مثلا بالبقاليات السوريه بين 46 و 47. مثلا انا قدرت احصله من مكان معين من تاجر تركي مثلا ابيعه انا ب 44 مثال. ايوه تمام تمام. فرق يعني. طب من الطرف الثاني فما منافسه، لكن هي مو منافسه. فهمت عليك. طب انا يعني انه انا خلص انا هذا ربحي. ايه حلو حلو. قديش عم تبيع ربطة الخبز؟ ربطة الخبز تنباع بليرة ونص في غرفة. والله شباب اسطنبول لما عم يسمعوا هلا رح يجنوا. انه بتعرف انت باسطنبول ربطة خبز بثلاثة، وهلا انت عم تقول ليرة ونص، هلا يمكن واحد يروح على غرفة يجيب كومنت ربطات خبز ويجي. عرفت شلون استاذي؟ طيب هل في مشكلة ب انك تحصل على المنتجات السورية الموجودة؟ يعني باعتبار انك انت عم تخدم ايضا الطبق يعني جالي السوري هناك والعربي. لا يوجد اي مشكلة، يوجد تجار جملة سوري موجودين بأورفا يعني وبكثرة. طيب تعرف انت أورفا فيها كمية من العدد من السوريين كثير جدا يعني. جميل جميل. سؤالي الآن، انت عم قلت لي حطيت 60% من منتجاتك تركية، فعم يجي لك زبائن أتراك؟ نعم يعني انا تفاجأت انه الاخوه الاتراك بعضهم ياخذ الخبز السوري. بالله ايه جميل. طب والبضائع التركيه اللي عم تحطها عم ياخذوا يعني عم يحسوا انه والله هاي البقاله الحمد لله اضافت قيمه لهم. نعم. وبلشوا يجوا ويرتادوا وصار في اجر على البقاله من الاتراك تحديدا. نعم نعم، هناك رجل يعني من البقاله على رجل من الاتراك على البقاله يعني، وحتى يتفاجئوا اني انا سوري. لانك عم تحكي معهم تركي اصلا. نعم. آه. طيب الان انت صار لك شهرين فاتح، كيف سوقت للبقاله تبعك؟ لا حاليا سوقت على الانترنت اصدقائنا مجموعات. عملت صفحه للبقاله على الانترنت؟ لا صفحه ما عملت، مثلا نتيجه معارفي من اصدقائنا الاتراك والسوريين مثلا ممكن تحط حالات على الواتساب عروض مثلا، انا اعمل عروض. ايه مثلا عندي انا 300 رقم على الواتساب من البيئة المحيطة فيني، فأنا اليوم أنزل عرض، اليوم عرض يوم الأحد. بتعمل عروض ما شاء الله كل يوم. حلو جميل. مع أنه بقالية يعني ليست الكبيرة جدا يعني، لكن الواحد على بركة الله إن شاء الله يعني. إن شاء الله. طيب ناوي تعمل لك صفحة على هيك على الفيسبوك بعدين تصير تنزل؟ طبعا إن شاء الله إن شاء الله يعني. إمتى هيك إن شاء الله النية؟ يعني إن شاء الله مسألة أيام إن شاء الله. يعني عم تشتغل عليها؟ نعم. جميل جميل جدا. طيب الآن ربما
شخص عم يسمعنا يقول والله أنا عجبتني الفكرة وحابب أعمل مثل هيك مشروع، أحسن من شغل 14 ساعة و 12 ساعة وبعدين راتب ثابت وشوي شوي الواحد بينطلق، شو يعني شو في أشياء بتنصح فيها أخي محمد؟ بالنسبة لاختصاص البقال مثلا إلا غير اختصاص، أيوة مثلك بقال هيك صغير عقد حاله، عدم الاستعجال بشراء المواد. يعني أول شيء قبل ما يبدأ هل هو إمتى يترك العمل ويروح على البقال؟ يعني خلاص أنت بتنصح أنه يترك الشغل أبو 12 ساعة وفعلا يتوجه لهيك مشروع؟ يعني أنصح إذا كان في إمكانية، كان في موقع، كان في ناس حواليه. قد إيه بده يكون معه إمكانية مادية ابتداء؟ ابتداء محل بقالة يبدأ من 20,000 إلى 50,000. هذا بأورفا ربما. نعم. إيه يعني مثلا ممكن خلينا نقول نحن بإسطنبول ربما يحتاج إلى 100,000 مثلا. وارد، لا ما عندي علم بإسطنبول. إيه يعني تقريبا هذا المبلغ. إيه هذا مشان استئجار، مشان يجيب مواد غذائية، يعني يجيب مواد. نعم. أصدق؟ نعم. طيب الآن وتوفر معه هذا المبلغ، شو في أشياء أحطها بعين الاعتبار؟ يعني حط بعين الاعتبار تبدأ بالمقومات تبع البقالة اللي هي رفوف البحر اللي هي البرادات. طيب ممكن تأخذها بأسعار مستعملة، يعني ممكن تأخذها من سوق المستعمل أو ممكن تأخذها جديد. حلو. طيب أنت وأنت وعملية البحث تبعك، يعني ممكن يعني تصيد صيدة مثلا إنه في شخص بده يبيع محله في عنده رفوف، اخذها مثلا اعرضها بسعر رخيص. أيوة. او اروح انا على السوق اجيب شيء جديد، يعني تمام حسب الامكانيه. يعني انت شو جبت، جديد ولا مستعمل؟ انا جبت مستعمل من احد الاصدقاء. يعني جميل. طيب هل لازم يكون هو مثلا عنده يعني يستعين باحد خبره يشتغل لحاله؟ نعم. ولا بده يشوف اصدقائه طبعا الساري اللي عنده. أيوة. لا، او اللي عنده ماركت، او اذا عنده صديق تركي يعمل بالجمله، او بده. طيب. يشوف الشركات، بده يشوف يسوي دراسة الأسعار. وعلى أساس يبني يعني إن شاء الله. يعني طيب هلا كمان بدي أقول لك شغلة، يعني اللي بيشتغل بالبقالة سيدي كريم رح يكون أيضا حبيس بقالته، يعني يعني إذا ما اشتغلت ما حدا بيجي، وإنك تسكر وتطلع الناس حتقول أي هذا ما بنضمن إنه فاتح، روح على البقالة. فهون مو رجعت أنت للحبسة نفسها أستاذي؟ هناك فرق، يعني مثلا اليوم أنت تقيس على منطقتك، مثلا منطقتك العمل فيها والزبون أو المشتري صباحا بكثرة إلا مساء بكثرة. تمام. يعني أحيانا مثلا أنا بجنبي مثلا في مدارس وفي معاهد، أنا بكرة مثلا ترجع الأمور طبيعية والحياة طبيعية بتركيا، ممكن أنا الساعة 7 الصبح وأسكر الساعة مثلا 9 10، ممكن يجي أخي صغير، ممكن تحط عامل صغير تنفعه. نعم نعم صحيح. طيب في عندي سؤالين. السؤال الأول، تؤمن بأنه يفوت معك حدا شريك مشان توسع الشغل؟ لا أؤمن بهاي الفكرة أستاذي. ما بدك يعني. طب ليش؟ أنت كثير من المشاكل. يعني شو هي المشاكل اللي ممكن تصير؟ المشاكل يعني اليوم أنا بدي أخذ أغراض للبيت، اليوم أنا بدي لازم، اليوم أنا فاتورة الكهرباء عندي بالبيت ضخمة لازم أخذ مصاري، اليوم أنا لازم أسوي الأمور بين بعضها. طيب بيصير إحراج بالموضوع. فهمت عليك. فبصير خلاف وبعدين بدنا نسكر وبدنا نعمل والمشروع مثل ما شاف أنت مو مستاهل أنه يمكن يفوت فيه شريكين، صحيح؟ طبعا. طيب أنا بعرف طولت عليك، يمكن جاي لك زبون هلأ ولا شيء، فخذ راحتك أنت عم تبيع أستاذ محمد. في زبون هلأ إجا؟ لا راح طلب شغلة مو موجودة. لا لا لا. طب ليش؟ ليش مو موجود يا أستاذ محمد؟ ممكن يعني البقالة فيها أكثر من 1000 قلم، يعني ما تقدر تجيب أي شيء يعني يصبه مثلا. طيب أنا مشان ما أطول عليك أخي محمد، شو في أخطاء أنت وقعت فيها خلال هاي الشهرين وما كنت حاسب حسابها؟ أخطاء الاستعجال، يعني لازم الواحد يتأنى مثلا تفرق معك بكل شيء. شو استعجلت أنت؟ 2 ليرة. شو؟ تمام. مثلا احد المشترين الاتراك اجى عندي اخذ بندرما مثلا. تمام. يا سلام يا سلام، صحتين وهنا ان شاء الله يا سيدي. طيب انا يبدو انه في عندك زباين اخي محمد، لن اثقل عليك كثير بالاسئله، نتمنى ان شاء الله يا رب كل التوفيق وكل البركه بمشروعك الصغير، وان شاء الله نسمع الاخبار المفرحه عنه في المستقبل القريب. اخي محمد نجم شكرا جزيلا لك، حياك الله. الله يعطيك العافيه. هلا.